مستمعينا مكملين أكيد احتفالاتنا بالعيد الوطني 48 اللي حاب يشاركنا على 2-4-9-4-0. أكيد الخط مفتوح لكم مستمعينا اليوم وأيضا على الواتساب سواء كان برسالة وكلمات جميلة أو برسالة صوتية على رقم الواتساب 9479-9975. حب الوطن وطريقة إظهار هذا الحب وتمثيله تختلف من شخص لشخص. الشاعر راح يمثل هذا الحب بكلماته، الرسام بفرشاته، المصور بعدسته وكاميرته، والمغني أكيد بصوته وأكيد أعماله الفنية اللي يقدمها لهذا الوطن. معانا على الخط مستمعين الفنان الجميل الرائع سلطان العماني. مساء الخير ومساءك وطن يا سلطان. مساء النور أخوي راشد، ربي يحفظك، مقدمتك رائعة حبيبي. حبيبي سلطان، وشيء نحن شاكرين لك هذه المداخلة الجميلة وعطائك هالوقت لهذا البث الجميل اليوم من الشبيبة فم باحتفالية العيد الوطني. خادمك وخادم الوطن يا حبيبي. حبيبي ما تقصر. الوطن شو يمثل لك سلطان؟ الوطن كل شيء، إذا يعني التعبير ما يوصل، مرات يوصل الفن ما له حدود أخوي راشد. صحيح، يعني هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن إنسان إيش يشوف نفسه موهوب، سواء أنت الحين بالرسم، الشعر، الغناء. فأنا شفت يعني هذه الموهبة عندي، فوجهت الرسالة حب الوطن عن طريق الغناء، يعني الأعمال الفنية الجميلة. نعم نعم. طيب شو شعورك وأنت تعرف أن أغنية غرامي الأولي اللي يعني الأكثر مشاهدة من الأغاني الوطنية 55 مليون مشاهدة؟ يعني هذه الأغنية قصتها طويلة. خبرنا قصتها، كيف جت الفكرة من البداية؟ يلا نريد نعرف يعني اليوم. يعني طبعا هذا، طبعا انت اخوي راشد، هذا انا اول لقاء اطلع طبعا. أيوة. في الإذاعة طبعا، ولا طالع اي لقاء. ونحن نتشرف اليوم انك موجود معنا سلطان. لي الشرف، وهذه المبادرة منك مبادرة طيبة. أيوة. ان شاء الله نتمنى من الاعلاميين الاخرين يحدوا حلوك. اكيد اكيد، نحن يعني دائما كل شاب عماني يقدم لهذا الوطن وعنده طاقات وعنده انجازات وعنده اعمال فنية جميلة اكيد نفتخر فيه، وكل عماني أنا متأكد أنه يفتخر فيك السلطان بالأعمال الجميلة اللي تقدمها. الله يحفظ. طيب اليوم هذا. أيوة. اليوم هذا الأغنية أخوي راشد هي ليست أغنية عمانية، إنما أغنية عربية. أيوة. أغنية وصلت لكل الوطن العربي، 55 مليون، من فلسطيني إلى عراقي إلى سوري إلى خليجي. تخيل يعني هذه صدفة أول أغنية، أول ما ضربت الأغنية. صحيح. عندي صديق شغال في دائرة حكومية ما شفته من 14 سنة، يعني ما التقيت فيه أبدا. أيوه. وقطع اتصال بينه وبين 14 سنة، فهو يكمل دكتوراه في بريطانيا. أيوه. فخلاص يعني ما حد يعرف إيش الشخص الثاني يعمل ولا. أيوه. قطع اتصال بينه وبينه يعني. صحيح. فيوم الأيام دخلي على الانستغرام فبلغني أنا فلان يعني، والحين أنا عندي هذا المنصب في الحكومة وكذا. قلت له ما شاء الله. قال لي بس أسألك سؤال، أنت اللي مغني هذه الأغنية؟ قلت نعم هذه أغنيتي. قال أتمشى في شوارع في بريطانيا، انصدمت يعني. صحيح. الأغنية مسموعة. صحيح، الأغنية سلطان قامت تتغنى حتى في الأعراس. الحمد لله رب العالمين، وفي فنانين عرب يعني ما أذكر أسمائهم غنوا هذه الأغنية في الأعراس وفي كل مكان يعني. الحمد لله رب العالمين. قصة هذه الأغنية يعني طبعا في أعمال كثيرة عندي، يعني أعمال وطنية سابقة. صحيح. ربما ما حد سمعها يعني أو اللي محصلش. أيوة أكيد، في أنا تابعت على القناة الخاصة فيك على اليوتيوب سلطان. نعم. الأغاني نعم. محققة نجاح ترى اللي قبل، بس هذه غطت عليهم كلهم. صحيح. هذه صحيح. الأغنية يعني سوت يعني جو غريب. صحيح. أنا بلغك، شوف الحين صار موضوع اليوتيوب، يعني مثلا الفنان يعني حتى لو القنوات الفضائية ما تبث أعماله صار موضوع اليوتيوب. فأول ما فتحت قناتي باليوتيوب مثلا، إذا مثلا أنا فتحت القناة قبل 5 سنوات، فإذا كان المشتركين سابقا 20,000 وأنا بسيت عمل أويازينة مثلا يعني. أيوة. فتكون مشاهدتها قليلة، فلما وصلت القناة مالتي إلى العربية وصل مشتركين فيها 1,200,000. أيوة. قررت أبث هذا العمل. جميل جميل جدا. وال لما يعني طبعا نحن استاف الشغل هو من بداية عملي لحد الآن هو ما تغير، من موزع ومن شاعر ومن. أيوة.
كلهم يمكن وصلت لشريحة أكبر يمكن في وقت قصير بما يعني أنت وقلت قبل شوية أن عدد المشاهدات وحتى سبسكرايبز لليوتيوب مشتركين هذه القناة زاد بشكل صحيح كبير. يمكن صحيح أيوة. هذا الأغنية بعد هذا الأغنية موجود يعني جميل فصار موضوع الأغنية يعني إحنا كنا نتناقش يعني في العادة من أجب أنا أقترح فكرة للشاعر يعني مثلا أريد أغنية وطنية يكتب لي الكلام أنا أقترح الكلام أيوة. وأرجع ويرجع مرة ثانية عدل ويصل لي مرة ثانية. فكان هذا الموضوع الأغنية أنا كنت فترة طويلة خارج البلد تقريبا سنة وشوية هذا الحنين وما يخرج منه يعني نعم فطلبت من الشاعر يكتب لي كلام غزل فاحش عن الوطن يا سلام كأنما أنا أتغزل في حبيبتي أيوة لو بالفعل صح بداية الأغنية الواحد يقول هذه أغنية مش وطنية ما فيها صحيح. عن أهل الوطن صحيح. يمكن هذا من أيوة من الأسباب الرئيسية صحيح أيوة. فلما جاء الكلام يعني أنا ما نقحت فيه أبدا عجبني الكلام كأنه واحد يتغزل في حبيبته أو زوجته يعني العشق فالحمد لله الأغنية يعني نجحت طبعا الفضل رب العالمين نتمنى لك كل التوفيق دوم سلطان ونشوف أعمال أقوى وأقوى عن غرامي الأولي وبالفعل قناتك في اليوتيوب يعني الأغاني محققة نجاح كبير ستايل عندك ستايل خاص فيك توزيع موسيقي جميل جدا وشغل متعوب عليه يعني الواحد ما يسمع الأغنية يعرف أن هالشغل متعوب عليه من كلمات من أداء ومن توزيع وتوقع أنت يعني عارف هذا الموضوع بشكل أخبر صحيح عني صحيح. أنا شوية صحيح مرات يعني الجمهور يتبع علي أني أتأخر في الأعمال صحيح. ولكن أنا لما أتأخر هذا يعني أنا كثير شوية قلق في الشغل يعني لو ضروري ضروري الواحد الفنان يكون قلق على أعماله صحيح فإن شاء الله الحمد لله رب العالمين يعني بمناسبة هذا الاتصال يعني أحب يعني فرصة لأن أهني مولانا حضرة صاحب الجلالة بهذا اليوم الجميل ومن بعد ذلك الشعب الذي عاونه طول فترة 48 سنة ولهذا الوطن الغالي يستحق نقدم له كل شيء جميل آمين يا رب العالمين سلطان شو جديدك؟ أنا جديدي يعني بعد ما حد يعرفه ولكن احتمال ينزل بعد يومين ثلاثة أيام هو جديد غريب وعنوان غريب اسمه أكذب يا سلام ممكن نسمع عاد شوية منه سلطان ولا؟ زين راح أسمعك مقطع منه هذا يعني أعتبر هدية حصريا لك حبيبي ما تقصر طبعا يعني راح يصير فرق بالموسيقى ولكن راح أسمعك مقطع منه يلا نسمع أكذب إذا قلت لك بعد بالقلب حبك قاعد جربتك وما قصرت لقيتك عند الواحد حسنت عندي منتهي مو انت ذاك الاولي لا ما احس قلبك الي ولا تقول لي لا لا تعاند ويلي من الايام علي غرامه ما دا ورديه كانت الاحلام بس هستجيب لينا ويلي العشق راح وقعني بشده وارتاح مليت انا من الجراح ومن الكلام الزايد يعني مقطع وطيب الله عليك متى العمل راح يشوف النور يومين ان شاء الله يعني يوم او يومين باذن الله يا رب بالانتظار سلطان واكيد انا سبب رئيسي ما نزلت عمل وطني جديد بسبب القلق اللي انا فيه اريد عمل يعدل 55 مليون على الغرام الاولي وما حصلت لحد الحين العمل اللي هو يعدي غرام الأولي فاليوم اللي حصل فيه العمل اللي يكون أقوى من الغرام الأولي راح أنزله نتمنى لك وأكيد أنت ما مقصر في حق الوطن سلطان الله يحفظك نشكر تواجدك اليوم سلطان نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. حبيبي ما تقصر بس قبل ما نختم لازم نختم مع غرامي الأولي عاد يلا حبيبي تدخل وأنا أنت قلتي مستحيل يمر اليوم هنسمعها لا مستحيل نسمع من المقطع الثاني عاشق وناذر حياتي شفت بعيونك وطن لحد آخر نفس بيها ما ينفرقنا الزمان حب حقيقي أنا أحبك عمري يدفع له ثمن
عالمي وانا بدونك غير صالح للسكن، جنتي وانا ما اشوف الهنا بغيابك ترى كل لحظة سنة، بقد ماء البحر وحبات المطر اوراق الشجر حبيتكم انا يا عماني يا عماني يا عماني، قابوس حبه يسري في شرياني.